تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اليوم حفل تخريج الدفعة 12 من تلاميذ العسكريين، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الملكية للشرطة سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية والعميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة. وقد بدأ الطابور بعزف سلام معالي وزير الداخلية. سلام على الفريق الأول، سلام، قف. بعدها قام معالي وزير الداخلية بالتفتيش على الطابور. السلام عليكم، ببلد حرب خير. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله، أقسم بالله العظيم. بعدها بدأت فقرات الحفل والتي تم اختصارها تطبيقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، وأدى الخريجون القسم في الميدان. أمينا على حقوقها، أمينا على حقوقها، مخلصا لمليكها المفدى، مخلصا لمليكها المفدى، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظا على شرفي وسلاحي، محافظا على شرفي وسلاحي، مؤديا أعمال وظيفتي، مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد، محترما قوانين البلاد، وحقوق الناس، وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. ثم تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الخريجين الأوائل. يتفضل سيدي معالي وزير الداخلية بتكريم المتفوقين من التلاميذ العسكريين، وهم التلميذ العسكري عبد الله راشد عبد الله بن علي. نعم سيدي. الأول في المجموع العام مع مرتبة الشرف. Thank you.
التلميذ العسكري أحمد نعمان حسن الحسن الثاني في المجموع العام مع مرتبة الشرف. التلميذ العسكري محمد أسامة مبارك الدوسري الثالث في المجموع العام. التلميذ العسكري سلمان محمد سلمان القاسمي الأول في الرماية. التلميذ العسكري عبد الله عيسى سالم الدوسري الأول في المشاة. التلميذ العسكري أحمد خالد أحمد الرويعي الأول في التربية البدنية. التلميذ العسكري فهد عبد الله حمد الكبيسي جائزة قائد الطابور. بعدها أذن معاليه بانصراف الطابور بعد أداء التحية، ويأتي تخريج الدفعة 12 من التلاميذ العسكريين في إطار حرص وزارة الداخلية على المضي قدما في إعداد كوادرها وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية والعمل على مواكبة المتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في مجالات العمل الأمني كافة. وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على دعمه ورعايته الكريمة لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن، معربا معاليه باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية على اعتزازه برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حفل تخريج هذه الدفعة من التلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة ومتابعة سموه جهود المحافظة على الكفاءة والجاهزية والروح المعنوية العالية لمنسوبي الوزارة. وأكد معاليه على أهمية إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور في العمل الأمني الحديث، منوها إلى أن المسؤولية الأمنية تقتضي الالتزام بالقانون والتمسك بالانضباط والتحلي بالنزاهة وتحمل المسؤولية. وهنأ معاليه الخريجين على اجتياز متطلبات التخرج بنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، معربا عن شكره لذويهم على حرصهم وتشجيعهم، مشيرا معاليه إلى أن تخرج هذه الدفعة تم في ظروف غير عادية، مثمنا دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي ساعد كثيرا في استكمال تطبيق المقررات العلمية والتدريبية وتحقيق النتائج الطيبة، متمنيا معاليه للخريجين التوفيق والسداد في خدمة الوطن.